طريق العبر أو العبور إلى الموت. خلال الفترة الماضية كثرت فيه أعمال التقطع والنهب من قبل عصابات قطاع طرق وجدوا في المسافرين العائدين إلى البلاد وقلة تواجد الدوريات الأمنية فريسة سهلة لأطماعهم. وإزاء كثرة شكاوي المواطنين من التقطعات على طريق العبر مأرب، وجه رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية بتكثيف الحملة الأمنية لحمايتهم من العصابات. وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي صرح لوكالة سبأ الرسمية أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية من 4 أفراد كانوا يقومون بأعمال تقطع على خط العبر مأرب. غير بعيد عن هذا الطريق يمتد خط مأرب البيضاء، وهو الآخر طريق لا يثق تماما من يعبر منه أنه سيصل سالما إلى الضفة الأخرى. مواطنون قالوا لقناة بلقيس أنهم تعرضوا في هذا الطريق لإطلاق نار ومحاولات نهب من قبل عصابات تمارس التقطع في ظل غياب السلطات الأمنية. شرايين المناطق المحررة تكتنفها خطورة كبيرة، والأجهزة الأمنية أمام اختبار ليس بالصعب في ظل توفر الموارد البشرية والمادية لتقديم نموذج جيد في مناطق سيطرة الشرعية إن هي أرادت ذلك.